السلام عليكم ليديز اند جنتلمان. حكايه النهارده حكايه اسماعيل الكاشف في الخياميه. اسماعيل الكاشف ده كان، قبل ما اقول لك حكايته لازم اقول لك ايه النظام اللي هو كانت شغلته ايه. النظام العثماني كان مطبق نظام الالتزام، الالتزام مش اللي احنا عارفينه الديني، لا، الالتزام دي كلمه عباره عن ان الدوله العثمانيه بتفرض، بتعمل مناقصات كل سنه على الاراضي اللي موجوده في بلد، في البلد عندنا، وكان بيجي واحد من امر المماليك كان يلتزم ان هو يدفع للدوله العثمانيه مقدما وبعد كده هو يلم من المصريين. طبعا دي ثقافه الاستعمار ودي ثقافه اللي بياخد وما بيديش، عايز ياخد الاول وما يديش حاجه. المهم المصريين سموا المال ده مال السلطان، اللي بيطلع ما بين الضفر واللحم، اي ان هو مال بالدم من دمهم. وفعلا هم كانوا بيلموه منا بالاسوه، وكانوا ساعات ياخدوا ولادهم عشان خاطر يجبروهم ان هم يدفعوا، غير الاسوه والحبس والمرمطه. لازم المماليك كانوا مبهدلين، وكانوا بياخدوا الفلوس دي برضو كانوا يبعتوها للسلطان العثماني للولاء، وكان جزء منها بيروح للأولد شاتا. الأولد شاتا دي خاصة المماليك عشان لو وقع في أي مشكلة يلاقي الخاصة بتاعته يبقى في حمايتهم. الأولد شاتا دي بعد كده اتغيرت بقت اسمها الألاضيش. فإسماعيل الكاشف كان ملتزم وكان من أمرا المماليك، اتنزل لالتزامه دوت لمراته ولأولاده، فالأراضيش بتاعته ما عجبهوش من الكلام، ففي خريف 1786 نطوا عليه في بيته، في بيت إسماعيل الكاشف، وذبحوه هو ومراته وعياله. ليه؟ لأنه طلعهم من المول ببلا حمص. لو أنت يا سيدي ماشي في شارع الغورية وصلت الباب زويلة هتلاقي الخيامية قدامك، هناك شارع القصبية، وده بيت إسماعيل الكاشف. أنا عايز أقول اسمه الكامل بس هو عيب في الآخر، يعني سامحوني علي، إنه اسمه إسماعيل الكاشف أبو الشراميط. يومكم سعيد وصباحكم كله خير، تحياتي أحمد فاروق.